وإنما يأتي الخلل في العبادة، ويأتي الخلل في عدم الخضوع والخشوع، ويأتي الخلل في ارتكاب المنكرات وفي اقتحام المحرمات وفي التفريط في الواجبات، إذا لم تعمر محبة الله جل وعلا القلوب، ولم يجل جل وعلا أعظم الإجلال ولم يخف منه. فإن المرء كلما تدبر ونظر وكلما علم الآيات التي فيها أن الله هو الرب جل وعلا وحده، وهو المتصرف، يعني ما يدخل في توحيد الربوبية، وأن كل شيء إنما هو بيده سبحانه وتعالى، كلما عمر هذا القلوب كلما خشعت وخضعت. ولو كادته الناس جميعا لما أبه بذلك. وهذا يؤدي، يعني عدم الاهتمام بالفقه في توحيد الربوبية يؤدي إلى ضعف القلوب تجاه الناس، وإلى ضعف القلوب في التمسك، ويكون الخشوع ضعيفا لأنه لم يجل الله جل وعلا، ولم يرى بديع، بل لم يرى بديع صنع الله جل وعلا في كل شيء. ولقد أحسن القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى.